عوافي. إحدى أهم معالم صيدا الأثرية البحرية هي جزيرة صيدا أو يعني الزيرة. الزيرة بتبعد تقريبا بعض الأمتار عن القلعة البحرية، ومثلت الزيرة بفترة من الفترات أحد أهم المرافق التجارية باعتبارها كانت المرفأ الخارجي لمدينة صيدون، بالإضافة أنها كانت المصدر الحيوي لإنتاج الملح. وبعدنا لهلأ إذا منروح على الزيرة منشوف ملاحات طبيعية بقلب الزيرة. بحسب المؤرخ سترابو بيقول انه مدينة صيدون القديمة او يعني صيدا بفعل هزة ارضية كتير كبيرة غرقت، وما يقارب تقريبا تلتين المدينة تحت المي، اما الجزء الباقي اللي هو التلت الاخير هو ما بقي اللي هلأ نحن عم نشوفه هو الزيرة. وبعام 1997-98 تم اكتشاف اثار هيدي المدينة او اثار مدينة صيدون القديمة موجودة تحت المي، وبالتحديد تحت الزيرة وما بين الزيرة والقلعة البحرية. ومن خلال الأثارات المكتشفة تحت المدينة بيّن عن جد قد مدينة صيدا القديمة كانت بتتميز وبتتمتع بتنظيم مدني حديث. يذكر أن مدينة صيدا الغارقة غرقت حوالي 647 قبل الميلاد. حاليا الزيرة هي المتنفس الطبيعي ل أهل صيدا للسباحة والسياحة سوا. لتعرفوا معلومات أكثر عن تاريخنا وآثارنا تابعوني.